هذه الميزة موجودة في معظم الأجهزة، لكن الكثير من الناس لا يعرفها. إذا كان جهازك قديم، أيضا يمكنك إضافة هذه الميزة إلى هاتفك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هلا شباب، في هذا الفيديو سنشاهد ميزة رهيبة موجودة في بعض الهواتف الناس لا تعلم بوجودها. معلومة فون، قناة تهتم بالهواتف والتطبيقات. إذا كانت هذه أول زيارة لك على القناة، أتمنى لايك واشتراك ليصلك كل جديد نقوم بتنزيله على هذه القناة، ونتابع الفيديو. هذه الخاصية تمكنك من تفعيل خيار الترجمة المزدوجة بأي لغة تريدها في معظم تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثلا في محادثات ماسنجر، وأيضا محادثات واتساب، وأيضا محادثات انستغرام، وأيضا سناب شات، ومعظم تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى. حتى لو كانت هذه الخاصية غير موجودة في هاتفك، يمكنك إضافتها في هاتفك عن طريق تثبيت تطبيقين من جوجل. هذان التطبيقان بدون إعلانات، وهذان التطبيقان تطبيقات رسمية من شركة جوجل. دعونا نتعرف على هذه الميزة وكيفية تثبيتها على الهاتف الخاص بك. تذهب إلى جوجل بلاي، تقوم بتثبيت هذان التطبيقان، تطبيق الترجمة الفورية وتطبيق كيبورد جوجل. الآن تقوم بالذهاب إلى تطبيق الترجمة الفورية كما تشاهد، بعد ذلك تضغط على الثلاث شرطات في الأعلى، ثم تنزل إلى الإعدادات، ثم تقوم بتفعيل هذا الخيار ميزة النقر للترجمة في الخلفية. تقوم بتفعيل هذا الخيار. الآن نذهب إلى التطبيق الآخر كيبورد جوجل، نقوم بتفعيل كيبورد جوجل كما تشاهد، نضغط موافق، نضغط على تحديد أسلوب الإدخال، ونختار كيبورد جوجل. تظهر لنا الصفحة الخاصة ببعض الإعدادات الأخرى في هذا التطبيق، نقوم بالخروج من التطبيق، نذهب إلى أي تطبيق، على سبيل المثال تطبيق ماسنجر فيسبوك. الآن سنشاهد كيف يمكن تفعيل الترجمة الفورية. نقوم بالضغط على الثلاث نقاط وأختار كلمة ترجمة، ثم أضغط حسناً لمرة واحدة. تظهر لنا هذه الخيارات، التعرف التلقائي على اللغة، أو تقوم باختيار لغة معينة. أنا سأختار التعرف التلقائي على اللغة. تقوم بكتابة جملة معينة، سوف يظهر ترجمة هذه الجملة بالأعلى بجانب مفتاح الإدخال. إذا قام الصديق بإرسال رسالة إليك باللغة الإنجليزية أو باللغة الأسبانية أو ما إلى ذلك، فقط تقوم بالضغط مطولا على الرسالة المرسلة كما تشاهد، وبعد ذلك تضغط كلمة نسخ. تظهر لك في شاشة المحادثة أيقونة تطبيق الترجمة الفورية، تقوم بالضغط على أيقونة التطبيق كما تشاهد. تظهر لك ترجمة هذه الكلمات في الأسفل كما تشاهد، ويمكن إنشاء ترجمة جديدة. وبالنسبة لإخفاء إشعار التطبيق في الأعلى، تقوم بسحب الشاشة من الأعلى إلى الأسفل، بعد ذلك تقوم بالسحب من اليمين إلى اليسار، تضغط على علامة الترس، وتقوم بإلغاء تفعيل الإشعارات من هذا التطبيق. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. الرجاء لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.